أني جيت. هذا الشخص يلعب على الهاتف بالكيبورد والتقى بأسوأ هاكر، وهي البنت عندها أسوأ حظ في فري فاير. وأخيرا لأول مرة لقينا متجر يبيع ملابس فري فاير في الحقيقة. كل هالفيديوهات موجودة على التيك توك. اليوم راح نسوي ردة فعل على فيديوهات التيك توك. إذا كنتم متحمسين حطوا لايك، خلونا نوصل 20,000 لايك بأسرع وقت. ليتس جو، يلا نبدأ. أوكي أساطير، في الحلقة اللي فاتت من رياكشن على فيديوهات التيك توك وقفنا عند هذا الفيديو. ليتس جو نكمل من هذا الفيديو. حركات المونتاج هي أسطورية يا صديقي. والله يا شباب، الناس اللي تسوي هاي الفيديوهات تبع المونتاج البسيطة جدا، والله يا شباب تلقى ذوقهم راقي جدا حرفيا. اوكي، شو هاد السلاح شباب؟ تروغون صح؟ والله حرفيا اكثر سلاح بربره بمعنى الكلمه هو سلاح البربر، لانه هو اصلا اسمه سلاح البربر، هو الذي اسس علم البربره، فهمت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ بصمه كريستيانه عبد الباسط بنزينه، دول حميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. الحمد لله ما في سب. لا اله. 2023 سونيا. اوكي تاتسويا اكيد راح يسوي فلاش باك ويسوي شخصيه قديمه. كارل خانز. شوفوا الوك، كريستيانو، الشجره، سكايلر، خصوصا سكايلر وكريستيانو، هذول الاثنين كانوا في 2020 2021 اقوى شخصيه فري فاير. يوري، يلا شو بدك تسوي يا يوري؟ يوري حطوا لك لغم يا يوري، يمكن الحمد لله ما في لغم. عنده جاكيت تبع الشباب تبع السيزون الثامن تبع الهيرويك. يلا يوري، انت قديم، انت خبره في فري فاير. جي جي يوري، ايش اللي صار؟ اوكي سونيا. لا يا غبي، والله انه غبي، مفروض يحط ثلج او يصير يتحرك، مسوي حاله اسطوره. والله جلده هيتشوت، والله اسوأ شيء. اوكي ايوه يا اخي، شوفوا المونتاج يا شباب. جيجي فاير باص اول. والله يا شباب جماعه المونتاج هذول راقيين بمعنى الكلمه. اوكي هذا كمان نفس المونتاج اللي فات، شوفوا الجوده، شوفوا الجوده يا شباب. ما ادري من وين يجيبوا هاي الجوده والله. جيجي اوكي، شو بده يصير معه هذا؟ اوكي ليتس جو. اوكي الى حد الان اوكي. ايش قاعد يسوي؟ بده يخضروا. اوكي صعدوا مع بعض، ما شافوه، افترضوا انه هو طار، راح يلحقهم يخضرهم. جيجي من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، كانوا ينتظرونه أصلا. أوكي هدى، ما معقول يا أخي معاكسر الصحراء يا شيك. بصراحة هو فيديو موسيقى حزينة، لكن أنا بضحك لما أشوف سيدي يلعب فري فاير، أنا آسف أنا بضحك شباب. أنت واقف ليش؟ واقف يا صديقي، أنت ما شفت هذاك اللي تروح على الإنترنت أصلا وتصير تلعب لحالك. الحمد لله انه في اخر تحديث فري فاير صار لما انسان يروح للانترنت يصير يلعب البوت، فهمتوا؟ احيانا بوت احسن من هذاك اللي كان يلعب. جيجي هنا سيد يفوز، الحمد لله. والله شخصية سيد القديمة اسطورية جدا بصراحة. اوكي ووت شباب، انا بحب المقلات بس مشان هذا الشيء، بس بالتحديثات الاخيره فري فاير سووا انه المقلات بمجرد ما يضربوها كثير راح تنكسر. ليش فري فاير ما كانت تنكسر؟ كانت احسن. والله المقلات راحت في. لا 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 شباب، والله كثير، عمري بحياتي ما شفت هذا الشيء من قبل. اوكي ليش؟ والله فري فاير كفو،
شباب هذا الفيديو بعنوان لقطات لن تتكرر في فري فاير، حرفيا لن تتكرر. مات فري فاير القديم. ايو شباب وان في سوان برازيليا ما يعرفها بس القدماء في فري فاير. بوم. ايو شباب والله فخامة والله، يا ليت الزمن يعود يوما. اوكي جي جي هاي رومات. شباب قديما لما تقتل الانسان بالبوكس تحس حالك انه انت كانك زحفت عليه. الحين شفتوا الحين لقطه الزحف لما تقتل الانسان تزحف عليه هيك اكثر من الزحف. اوكي ايش بدها تسوي كارولين؟ يا شباب مين اللي كان يلعب هذا الوقت؟ اللي كان يلعب هذا الوقت يكتبنا بالتعليقات. هذا تحديث شباب ما عندهم كثير سووا القطة. أوكي. لما كانوا مسوين فوق مربع أبيض شوفوا فوق كلاسيك ستارت. يا لا الحين انتبهت كيف البويا باص موجود. أكيد مونتاج أكيد. الحين انتبهت كيف البويا باص الرقصات هاي. لا مونتاج يا شباب، واضح مونتاج واضح تركيب. مستحيل ما كان في هذاك الوقت. كي راح فري فاير إيش هاي؟ أي زمن؟ لا لما كانت فري فاير بجد حد لو لغة عربية. الحمد لله لقيت واحد قديم مصور لغة عربية. حدث العطلة احصل على فرصة للربح. والله انه هذا الحدث انا حرقته وحصلت على السكن والله يا شباب. اوكي لا بدي ارجع، بدي اشوف الاحداث، بدي اشوف الاحداث القديمة، بدي اشوف الاحداث القديمة يا شباب. تحديث ارض الشتاء جرب حدك في الرويال الذهبي. والله اتذكر ارض الشتاء لما نزلت. لا شوفوا شباب المودات، كلاش سكواد الحين كان مود جديد، شوفوا كاتبين عليه نيو الحين بس نزل. شوفوا الزومبي تحت، الزومبي يا شباب. شوفوا هون كان الاي ام بي، الاي ام بي هذا اسطوري جدا. اوكي الناس اللي عندهم بحسابهم تقدروا انكم تجيبوه. هذا كان لاكي رويال اوكي مو ماجيك، بعدين نزل بالماجيك. شوفوا الديسكو والله جيجي. اوكي شوفي بدي اشوف هيك شيء قديم. حاضنة الساموراي سكن هذا كان جديد. سوونا بطاقة تطوير الشخصيات شفتوها يا شباب؟ شوفوا قاعد يتجول ويشتري. والله اللي عنده فيديو مثل هيك انصحك انك ما تحذفه، احذف صورتك انت وطفل صغير بس ما تحذف هذا الفيديو حرفيا. يو فري فاير كيف كانت؟ شوفوا الرقصة هاي تبع الهيرويك، اول رقصة فيها افكتات بيطلعونا افكتات. بطاقة تغيير الاسم 79 جوارة جيجي. هاي شالوهم اتوقع صح شباب؟ اتوقع شالوهم. لما تكون تلعب فري فاير وتلعب بوبجي في نفس الوقت. والله بصراحة اللاعب تبع بوبجي شخصية احس انه شخصية معاقة فهمتوا؟ ما يبين شكله الحقيقي. اوكي. يا خو حياتي كومبلي نلعب فري فاير وما ادمنتش عليها. هو كي يحكم التليفون. شوف اترجم لكم، هذا قاعد يحكي مع صديقه قال له انا حياتي كلها قاعد العب فري فاير وعمري ما ادمنت عليها. شوفوا شكله لما يلعب فري فاير، شوفوا الانسجام، شوفوا الانسجام. اوكي لقيت ساكورا في الجيم هاي ب 2020. اوكي بوف 2020. شوفوا لقيت ساكورا في الجيم واخيرا قبل يتيم معك وشغلت الفيديو. شوفوا ما ردي يصور معه. شوفوا شوفوا قاعد يقول له ما بدي اصور معك. شوف شو تيم معه. اوكي يا يحب يتصور معه غصبا عنه. لا يا حبيبي خلاص ما بده يتصور، ساكورا بتكبر. اوكي قاعد يلعب بالكيبورد. هاكر هاكر اللي قتله توقع. اوكي قاعد يلعب بالهاتف بالكيبورد. اوكي شوفوا كيف قتلوه. مهمتي بعد الميزاجور شباب، مهمتها بعد التحديث الجديد فهمتوا شو هي مهمتها؟ شوف تجمع توكن بس مشان تعمل ريفايف الاصدقاء، هذا هو شغلها، شغلها بالسكواد انه تجمع توكن. خلاص شباب قررت اني ادخل بنات بالكلان. اوكي ادخل خمس بنات كل سكواد يكون عنده بنت تجمع له توكن مشان نكتسح حروب الرابطه. كي نلعب سكور مع سكوادي شوفوا لما يلعبوا سكور.
شباب قاعدين فوق الفاكتوري يرقصوا، هذا كل شيء، هذا هو السكور. اوكي قفزت هون، ليش نزل؟ اوكي من ربك؟ القرآن. القرآن تمام كويس. يوه ايش قال شباب؟ قال له من ربك؟ قال له استغفر الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ربنا مو هيك؟ الحمد لله. نبينا منه نبيك عليه الصلاة والسلام. منو؟ شو اسمه؟ شو اسمه نبيك؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قاعد يسلك. انت مسلم مو؟ ها؟ انت مسلم؟ لا الحمد لله. شباب هذا مزح ولا بجد؟ لا اسوأ شيء. اوكي نزل. قنبلة قنبلة قنبلة. ما عندك قنبلة؟ قنبلة. والله شوف شو التفكير. لا نزل عندها. جي جي. والله أسوأ حظ حرفيا. مونتاج صيني. اوكي ايش نعرف مونتاج هندي ما نعرف مونتاج. جمعوا كل سكان الصين في فري فاير وحطوهم هون. اصلا السكنات سكنات صينية. سكوادي يستناو فيا مفيق. شباب قصدوا انه سكوادو قاعدين ينتظرونه انه يعمل لهم ريفايف. مش بدك تسوي انا يلا قاعد يسوي لهم ريفايف ومشغل اغنية. ايوه كالعادة يموت. اوكي يو الزمن القديم. شباب اللي عنده هاي الجاكيت، هاي الجاكيت نزلت قبل اكثر من 3 سنوات او 4 سنوات وما رجعت نزلت ابدا في فري فاير، حتى هاي الحقيبة كمان. اوكي لو يرجعون لك كل فلوس اللي صرفتها على الالعاب والله راح تصير غني الاغنياء. شباب هذول الناس اللي صرفوا كثير، بس كلا الخانز ما اتوقع لو يرجعوا له الفلوس ما في اصلا فلوس، راح يبقى نفس حاله لانه هو اصلا ما صرف ولا شيء. كلا الخانز ما يصرف. اذا كنت كلا الخانز اكتبنا بالتعليقات، اذا كنت من النوع اللي يصرف جواهر كثير على اللعبه اكتبنا بالتعليقات. شباب ذكريات الصور القديمه، صور الخلفيات. شباب انا بدات فري فاير لما كانت خلفيه اللعبه هي هي الخلفيه اللي فيها الحدث الهالوين، هون بدات فري فاير 2018. هذول كلهم شباب حضرتهم كلهم. هاي ما حضرتها، هاي الاولى بوابه الزمن الجميل. اكيد فيها شباب فلاش باك اكيد. من الان اقول لكم والله لسه ما شفتها، اكيد فلاش باك. اوكي اوكي يا والله انه حلمي شباب، والله من اهم الامنيات اللي عندي انه يرجع الزمن والعب جيم بلاي واحد 2019 جيم بلاي وارفع الايم. الناس ما يعرفوا يرفعوا الايم، ارفع الايم واجلدهم كلهم يقولوا هاكر هاكر. يو والله شيء اسطوري يا شباب. يا تويتي شباب هذا اللي مسوين عليه الفيديو، ويمكن هو مسوي الفيديو هذا اصلا صديقي فهمتوا في الحقيقه. لحظة إدراك يما قالت لي عندي بزاف ما سمعتكش تلعب وتعيط في الليل. شباب لحظة إدراك أمه قالت له أنه هو عنده كثير ما سمعته يلعب ويصرخ وهيك مسوي جو في اللعبة، فهمتوا كيف؟ والله تويتي شباب كان صديقي في كلان إتيز موحة وهو اعتزل اللعبة ورجع، فهمتوا؟ لما رجع حس بتأنيب الضمير تويتي. والله بيس لوف تويتي، لكن هاي هي الحياة كل شيء يمر بسرعة. مونتاج أسطوري. من الان اقول لكم لما شفت هيك الشيء مش واضح. من وين يجيبوا هاي الجوده يا اخي؟ بدي فيديوهات تصير هيك، بدي فيديوهات هيك جيم بلاي يصير بهاي الجوده، ما ادري كيف. صاحبي كيف يطيح واحد عامل شخصيه سونيا ونسرقه انا؟ والله انا دائما يسرقوا لي كلات سوني. اوكي هيب هوب. اوكي بليز وان باش مان سايتاما. والله بيشبهوا كثير بالحقيقة يا شباب. والله سيزون ثالث الرابع الخامس السادس يشبهوا بعض، شفتوا الأولين السابع الثامن. أوكي أنا مثله، أنا في الثامن أول هيرويك إلي لأنه في الثامن سووا بطاقات الدبل. والله يا شباب أغلبيتهم مو أغلبيتهم كلهم عندي في حسابي كلهم حرفيا. وات شباب
هذا المحل يبيع ملابس فري فاير. والله يا شباب لو القامرة اشتريهم صراحة اقول لكم من الحين. اي واحد يكتب لنا بالتعليقات اذا لقيت السروال البرازيلي وانت قاعد تشتري ملابس هل راح تشتريه ولا لا؟ والله شباب يبيع ملابس فري فاير. دقيقة تأكد كيف؟ وات؟ والله يا شباب يبيع ملابس. خلوني بس اتأكد اذا في سكنات ثانية. كلية بس سروال برازيلي. سروال برازيلي اتوقع بس. اوكي والله شيء اسطوري. يعني فكرة حلوة، ليش مو محل يبيع شغلات فري فاير ويبيعهم في الحقيقة؟ والله شيء اسطوري بصراحة. في سكنات كثير اسطورية في فري فاير، يعني فيك انك تلبسها في حياتك الواقعية عادي. المهم يا اساطيل قد وصلنا الى نهاية المقطع، اتمنى المقطع يكون نال اعجابكم، لا تنسوا انكم تدعموني بلايك، اذا حبيتوا هاي السلسلة وصلوا الفيديو ل 20,000 لايك، اول ما يوصل 20,000 لايك راح اسوي لكم جزء اخر. كان معكم الصحراوي اسطورة العالم، اني رحت.